يقول: تعلمون ما في تبرج النساء من الفتنة العظيمة والفساد، وقد كثر تبرج النساء في هذه الآونة الأخيرة وفي المسجد الحرام، نرجو توجيه النصح لهؤلاء النساء. تبرج حرام في المسجد الحرام وفي غيره، وهو إظهار الزينة والطيب للمرأة أو كشف شيء من بدنها، خصوصا الوجه عند الرجال والكفين والقدمين، على المرأة أن تستر سترا كاملا واسعا ولا تتطيب في المسجد الحرام وفي غيره، لكن في المسجد الحرام أشد، لأنه موطن عبادة وموطن طاعة وكثرة الرجال فيه، فعلى المرأة أنها تحتجب، وعليها أنها تجتنب الطيب، وعليها أنها تلبس الثياب الضافية على بدنها، وعليها أنها تتجنب مزاحمة الرجال. نعم.